السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، فتاوى الناس ليوم الجمعة. نتحدث اليوم عن أحكام الصيام. كان سؤال البرنامج على صفحة الفيسبوك الخاصة به: برأيك ما الأعذار المبيحة للفطر أو للإفطار؟ هذا السؤال وغيره نطرحه على عالمنا الجليل فضيلة الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لفضيلة مفتي الديانة المصرية ورئيس أمانة الفتوى بدار الإفتاء، والذي نرحب به دائما وابدا. وفي البدايه ايضا برحب بفضلتك يا دكتور. اهلا وسهلا. برحب بفضلتك. اهلا وسهلا بحضرتك. خلينا نذكر انفسنا والساده المشاهدين بالاعذار المبيحه للفطر دكتور. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. الاول دعني يعني اهني الامه المصريه وكل عربي شريف حر، وأهني القوات المسلحة المصرية. نعم. بذكرى العاشر من رمضان اللي هو بكرة، بس كنا طالع النهاردة بكرة مش طالع، فبهني من النهاردة القوات المسلحة المصرية الأبطال، خير أجناد الأرض، الجيش المصري الباسل، اللي هم في حرب أكتوبر المجيدة العاشر من رمضان كانوا رجالا وظلوا كذلك وسيظلون. والشاهد الكبير على هذا ما يحدث في عملية سيناء 2018 الشاملة الآن، فهم خير خلف في 2018 لخير سلف في 1973 بالميلادي، 1393 بالهجري. فكل عام والأمة المصرية كلها بخير، وكل جندي وكل شهيد وأم شهيد بألف خير. نيجي للأعذار المبيحة للفطر. القرآن الكريم بيّن لنا أعذار، أو بيّن لنا عذرين، العذرين يدخل تحتهم أشياء أخرى. فالقرآن يقول: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فقال جنس المرض يبيح الإفطار لو الواحد مريض أو على سفر. المرض ده يدخل تحتي حاجات، والسفر يدخل تحته أشياء. المرض يدخل تحتي إيه؟ اللي هيجي بعد كده سن الشيخوخة، واحد عنده سنه كبير او واحده سنها كبير مش قادره، قالوا الشيخوخه او سنه الشيخوخه او الهرم او الكبر نوع من انواع المرض. ليه؟ المرض معنى الضعف، خلاص بقى شيخ كبير، الشيخوخه اصابته بقى ضعيف، هنا يباح له ان يفطر، خاصه اذا قال له الطبيب او نصحه بان يفطر. يبقى ده عذر جاي داخل تحت المرض. ايضا اللي يخش تحت المرض، وده مش تبيح الفطر، لا ده توجب الفطر بقى، اللي هو المرأة إذا جاءها الحيض أو النفاس. لأن هنا لازم تفطر، مش لا يجوز أن تفطري، ده لازم تفطر، يعني يحرم عليها أن تصوم إذا كانت حائضا أو من النفساء. فهنا بنقول أيضا الحيض أو النفساء يدخل تحت جنس المرض. ليه؟ لأن بيخلي الست تعبانة شوية، المزاج ممكن مش معتدل، حاجات كتيرة يعني. صحيح. ممكن فيدخل تحت جنس المرض. لما جه يتكلم بقى عن السفر، السفر قال مطلق السفر. العلماء جم يتكلموا أني سفر، قالوا اللي بقى 85 كيلو فيما وما يزيد، اللي هو يقصر معاه الصلاة. يدخل مع كده إيه؟ يدخل مع كده بقى الأعمال الشاقة، لأن السفر مظنة المشقة. طبعا علة الفطر في السفر هو السفر مش المشقة، ولكن في معنى من معاني المشقة اللي هو السفر. فأي حاجة فيها مشقة ممكن نفطر معها بضوابط، زي الأعمال الشقة في المحاجر وغيرها. بس قلنا بينوي الصيام الأول وبعد كده يفضل صايم لحد يلاقي نفسه مش قادر، يبقى هنا وجبت الرخصة أو جاز له الترخص بأن يفطر. طيب تأذن لنا قبل ما اطرح على فضيلتك السؤال التالي فضيلة الدكتور مجدي، معانا اختنا ام محمد، اتفضلي. فان السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عندي سؤالين حضرتك. تحت امرك. كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيب. الاول بالنسبه للنزول الحيض، لو كانت المراه بتستخدم وسيله وسببت مثلا مشكله في نزول الحيض، ان الحيض بيجي بس بينقطع لمدة يوم أو يومين وبيعود، إيه الحل في الوقت ده؟ يعني هل يمكن الصوم وأرجع تاني، ولا هو تبع المدة وخلاص فما صومش؟ حاضر. السؤال التاني أم محمد. تاني سؤال، ربنا بيقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب،
ايه هي سبيل الصبر او كيفية الصبر الذي يستوجب الاجر بغير حساب، وخصوصا الصبر على فقد الولد؟ ايه هي السبيل؟ وهل البكاء او تذكر الميت بيقلل من اجر الصبر ده؟ شكرا. شكرا يا محمد. معنا اختنا ام احمد، اتفضلي يا ام احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وانت طيب يا استاذ شريف. وحضرتك طيب يا فندم، وبالف صحه وسلام. كل سنه وانت طيب. ممكن اكلم حضره فضيله الدكتور سامح حضرتك لو في سؤال يا فندم؟ شكرا. كل سنه وانت طيب يا دكتور مجدي. وحضرتك طيبه يا فندم. بقول لحضرتك، انا مرات ابني عندها اربع اولاد، انهم اتنين توام يعني، فالدوره اتاخرت عليها يعني تلات اسابيع شهر، فهي دلوقتي بتسأل هل تجوز ان هي ممكن تنزله ولا دي فيها حرمانية؟ بس ده سؤالي يعني. ممكن ايه؟ تاني السؤال معلش يا ام احمد. بقول لحضرتك يعني انا مرات ابني عندها اربع اولاد. ايوه فندم. وحامل دلوقتي. وهي الدورة اتأخرت عليها، فهي احتمال بتقول ان هي تكون حامل، فهي كويس. دلوقتي هي مش عايزة الطفل يعني. لان هي بتقول انا مش هقدر، وان هي بتذاكر لهم، وبعدين انا جوزي يعني جوزها اللي هو ابني على طول مسافر، فهي كل المسؤولية عليها، فهي دلوقتي بتقول تروح تنزله ولا دي فيها حرمانية؟ الاولاد سنهم قد ايه الاربعة؟ الاربعة واحد عنده 11 سنة. واحد عنده 8 سنين، والبنتين التوأم عندهم تقريبا 6 سنين. وهي لسه ما عرفتش اذا كانت حامل ولا لا، يعني لسه الموضوع في اوله يعني. ممكن تكون يعني الدوره، حاضر. انت عندك الهرمونات مختلفه يعني فيها، حاضر. خلل وكده، فهي بتسال، فهي بتقول لا انا كده هنزله، انا مش هقدر اخلف اربي خمس اولاد. حاضر. بالمسؤوليات، حاضر. دي كلها. حاضر. شاكرين جدا. شكرا. كل سنه وانتم طيبين. استاذه شيماء اتفضلي. الو، معنا اختنا شيماء، اتفضلي يا فندم. وعليكم. أيوة. السلام ورحمه الله وبركاته. بقول لحضرتك، انا كنت شفت شقه واتفقنا عليها وقالينا الفاتحه، واحنا يعني قالينا الفاتحه ان احنا خلاص اتفقنا. بعد كده شفت شقه افضل وسعرها تقريبا نفس السعر. ايوه فندم. حرام ان انا يعني افاضل ما بين الاثنين، ولا ان انا اتفقت معاهم المفروض امشي. هل دفعتي عربون؟ هل كتبت عقد؟ لا ما دفعتش، بس زوجي قال نقرا الفاتحه وقالنا الفاتحه اللي اتفقوا، وهم شالوا يعني شالوا الاعلانات اللي هم كانوا عاملينها على الشقه دي. حاضر. حاضر يا استاذ شيماء. شكرا. السلام عليكم. شكرا. معانا اخونا الاستاذ محمد من الجيزه، اتفضل يا استاذ محمد. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك بألف صحه وسلامه يا فندم. السؤال عن زكاة المال. هل يجوز استخدام زكاة المال في تركيب خط صرف رئيسي للصرف الصحي؟ تبرع يعني؟ يعني 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 الخط ده الدوله المفروض هي تنفذه. فهل يجوز تنفيذه من زكاه المال؟ طيب الخط ده هل هم فاتحين فيه باب التبرع وفي ناس غيرك وكده وبيتبرعوا ليه يا استاذ محمد؟ في يعني انتوا عاملينه بالجهود الذاتيه، خلاص الدوله عاجزه عن انها تعمله، فانتوا بتعملوه بالجهود الذاتيه عشان تحسنوا من احوالكم يعني. على اساس ان هو نفسه يعني العناصر المشتركه فيه كلها صاحبه مصلحه فيه. حاضر. وهي اللي بتدفع زكاه المال. حاضر يا فندم، السؤال واضح. يعني اذا كان بيدفع عن نفسه، تخيل انه بيدفع عن نفسه. حاضر. شكرا لحضرتك، السؤال واضح، مفيش مشكله. طيب نجيب الاسئله اللي عندنا فضيله الدكتور مجدي. نعم. قبل اختنا ام محمد، كنت اسال فضيلتك عن متى يجوز الفطر او الافطار للمشقه يعني، وايه هي ضابط المشقه اللي تدفعنا للافطار؟ هو ضابط المشقه هو ان زي ما قلنا كده، ان الاول احنا لا نوصي احدا غير المريض وغير المراه، طبعا الحائض بتفطر والنفساء، غير المريض وغير المسافر لا نوصيه بان يفطر ابتداء. حتى المسافر بنقول له ما تفطرش وانت في البيت، اول ما تتلبس بالسفر يجوز لك الافطار، انما وانت في البيت ولسه ما سافرتش ما تفطرش. ليه؟ ممكن تيجي حاجه تعطله وما يسافرش، يبقى فطرناه على الفاضي. يبقى زيك قالوا لابد من التلبس بالسفر، يكون مشي بقى في السفر، خرج من المدينه، خد تاشيره السفر مثلا او شيء من هذا، هنا نقول له خلاص انت هتخرج في حكم ايه؟ المسافر. اما ان اللي عنده اعمال شقه بنقول له هنا ما نقولكش افطر من الاول،
يعني من بيت الصبح كده قوم كل، لا لحرمة شهر رمضان. فبنقول له تنوي الصيام من بالليل تمام، وبعد كده يروح يمشي في الصيام، جه لحد الظهر ولا نفسه مش قادر خلاص مش قادر، هنا وجاءت الرخصة فيفطر. نعم طيب ناخد نكمل اتصالات يا مولانا. الاستاذ محمد معانا. الو الاخت فاطمه اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت والله يا دكتور مجدي انا في حاجه محيراني وعايزاك تستفتيني فيها دي. انا صدري تعبان، الرئتين عندي تعبانين، والدكتور مديني بخاخه. البخاخه دي فيها نوعين، نوع هوائي ونوع رذاذ. هو مديني النوع الهوائي ومفروض باخدها مرتين كل 12 ساعه، قال لي دي ما بتفطرش خديها بالنهار. ايوه لان دي هوائيه، لما بتمشي الهواء بيخش على الرئه على طول. ففعلا انا سمعت كلام الدكتور وجيت خدتها يوم بالنهار، وبعدين بعد كده برضو قلت اسال، فسالت دار الافتاء قالوا لي لا البخاخه بتفطر. انا عايزه راي حضرتك ايه في الموضوع دوت. لا هقول رأي دار الافتاء، هقول لك رأي دار الافتاء اللي مش هو اللي سمعتيه ده، هنشوفه ان شاء الله. هو رأي دار الافتاء؟ لا هقول لحضرتك ايه هو لحضرتك. شكرا يا حاجه فاطمه. طيب اختنا ام محمد يا مولانا كان عندها سؤالين، السؤال الاول ما. طيب ناخد اتصالات وبعدين نجيب. اخونا الاستاذ محمود اتفضل. استاذ محمود السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضراتكم طيبين؟ وانت طيب يا محمود اتفضل. لو سمحت اسال عم الشيخ، بس انا بقوم من النوم مثلا كده ما بطلعش من البيت خالص، يعني طول فتره الصيام. بس بقعد في البيت يعني كده بفتح برامج بتفرج على حضرتك وبقعد اذكر ربنا وصلي على حضره النبي. بتصلي طيب؟ ما بطلعش مثلا في الشمس كده ولا شغل، وانا انا مش بشتغل يعني. فهل يعني دوت كويس ولا لازم كده اطلع واشوف مثلا؟ السؤال بتصلي يا محمود، بتقرا قران؟ بقرا قران واصلي على النبي وبستغفر ربنا وكل اذكار يعني وكده. بس انت ما عندكش شغل يعني، ما بتخرجش من البيت عشان ما عندكش شغل؟ لا ما بشتغلش، فيعني قاعد في البيت على طول. حاضر ماشي. مين معانا يا شباب؟ مدام سناء او الاستاذه سناء اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. وطي التلفزيون من فضل حضرتك واسالي ما شئت. حضرتك طيبه بصحه وسلامه ان شاء الله. سلام حضرتك طيبين. حضرتك طيبه. قول لحضرتك احنا ما عندناش اولاد انا والحاج، والدور اللي تحتاني عشان نحج بيه. فحج هل يعول عليه الحول يطلع عليه زكاه ولا؟ لا ما سمعناش يا حاجة سناء، مش فاهمين حاجة. حضرتك معاكي فلوس وعايزة تطلعي تحجي بيها؟ لا معايا اللي بعت الدور التحتاني عشان احج بيه، قال لي يطلع عليه زكاة لما يجي عليه السنة يعني. ولا نعمل ايه؟ ولا هيخلص طول السنة؟ فهمت حضرتك. زكاة ولا نعمل ايه؟ وهو طبعا بلغ النصاب. حاضر ناخد اختنا ام محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. محمد ممكن اكرم فضيله الشيخ؟ اتفضلي الدكتور مجدي سامع حضرتك لو في سؤال يا محمد. فصل الاتصال. طيب كانت اختنا ام محمد في البدايه بتسال عن موضوع الحيض، لما ينزل متقطع يوم ويقطع يومين ويرجع تاني تعمل في الصيام ايه يا دكتور؟ احنا هنا بنقول لها، هي بتقول خدت ادويه جعلت الامر فيه اضطراب في الدوره الدمويه في في في, في البيريود يعني او الدوره. فاحنا بنقول لها هنا الاول هنسال الطبيب، هو الطبيب ده بيقول ان ده دم حيض ولا دم، لان دم الحيض له مواصفات ودرسنا في الفقه حتى المواصفات، والسيدات بيعرفوها من حيث الشكل وحاجات كتير. طيب فهي بتقول نزل دم الدم وبعد كده انقطع يوم وبعد كده جه، هل جه بنسال في الفتره اللي هي العاده بتاعتها 6 ايام 5 ايام 7 ايام 10 ايام حسب عاده كل بنت او كل ست؟ لو في الفترة دي يبقى كل ده هو فترة حيض لا نصوم ولا نصلي فيه. أما إذا تجاوز أكثر من ذلك، وإحنا بنشير على المذهب الشافعي إن لو عدى 15 يوم وانقطع بعد كده وبعد كده نزل، بس 15 يوم عدوا، يبقى اللي بعد كده بيبقى استحاضة نصوم ونصلي. ممكن الواحد يغتسل كله ويصلي ويصوم، مفيش حاجة.
بتسأل كمان عن مفهوم الصبر الذي يستوجب الجزاء انطلاقا من الآية الكريمة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. طيب وإنه فقدان الولد والصبر على ذلك، يعني هل هذا من هذا النوع من الصبر الموصوف بالجزاء العظيم؟ لكن إذا بكت يعني أو حزنت لا ينقص من أجرها؟ لا 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 إن شاء الله. أنا يعني أستشعر من صوتها تهدجا وحزنا شوية، فيعني لو كان في حاجة ربنا يخفف عنها ويكشف عنها ويبدلها خيرا يا رب العالمين في صحتها وفيما بقي من أبنائها وفي كل أعمالها. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. اللي ما يضرش الصبر إيه؟ مجرد البكاء. البكاء رحمة، وتذكر الطفل أو الولد أو بتاع ما فيهوش مشكلة. المهم لا نقول كلاما يغضب الله عز وجل. يعني أنت خدته مني ليه؟ ده لسه صغير وما فيش إلا أنا اللي تاخد مني الأولاد والحاجات دي كلها، ده شيء من هذا. إنما بنبكي دي عاطفة، ده وجدان، ده إنسان، ده مشاعر، تبكي كما شاءت. ولكن أنا عاوز بس عندما تبكي تقول الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون، وكده مش هيقلل من الصبر. خاصة لو الولد مات، فطبعا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل قال في الحديث القدسي عندما إذا قبض يعني ابن الواحد أو الواحدة يقول قبضتم ولد عبدي أخذتم ثمرة فؤادي؟ قالوا نعم. قالوا ماذا قال أو قال ماذا قال؟ قال حمدك واسترجع أو واسترجع. قال الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون. قال ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فأنا عاوز حضرتك كل كده بكاء يبكي، ولكن ما نقولش كلام مخالف، والحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون، وربنا يجبرك ويسترك في الدنيا والآخرة إن شاء الله. أختنا أم محمد بتسأل عن عندها 4 أطفال 11 سنة و8 سنين و6 سنين منهم 2 توأم، هي متخوفة أو مصرة على الإجهاض. يعني إحنا عندنا مسألة للسيدة أم أحمد وجزاها الله خير، بتسأل عن مرات ابنها بتقول إن عندها 4 أولاد ومتابعة المدارس والتربية مش هتستطيع، وهي ممكن يكون يعني واخدة وسيلة منع الحمل أو مش واخدة، فلقيت نفسها انقطعت الدورة فظنت، فبنقول لها روحي شوفي الأول. لأن إحنا بنضيق قوي في مسألة الإجهاض. ليه؟ لأن دي حاجة جديدة هتيجي ما نقدرش نتحكم فيها على طول. فأنا بقول لها الأول نشوف حامل ولا مش حامل، وده هيأثر عليك ولا مش هيأثر، وبعد كده نقول ننزل الجنين أو لا ننزل الجنين. طيب نستكمل بعض الاتصالات ثم نعود للإجابات يا مولانا بعد إذنك. ناخد أخونا الأستاذ عمر. أستاذ عمر، ألو مدام صفاء. أيوة تفضلي فهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من فضلك كنت بسال، انا بصلي مع والدتي صلاه التراويح في البيت وبمسك المصحف، فهل لو انا قريت سري يعني بصوت مسموع بس هي ما يضايقهاش او هي ما تسمعوش، هل دي كده تحتسب ختمه ليا معاها يعني ولا هي بتقوم حضرتك وانت مامومه يعني فعايزه تمسكي المصحف وتقري معاها؟ وهل دي تعتبر ليا ختمه؟ حاضر، شكرا لحضرتك. اختنا مدام حسنيه او الاستاذه حسنيه. ايوه السلام عليكم. اتفضلي يا فندم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وانتم طيبين. انت طيبه يا فندم. انا بعد اذنك بس عايزه اسال الشيخ، اقول له انا حامل، انا صايمه لغايه النهارده يعني، هو ممكن دلوقتي يعني افطر والفطرت يعني الدكتوره قالت لي ما تصوميش كده حرام، طب يعني انا عايزه اطلع زكاة يعني دلوقتي لو طلعت فطار اكل ولا فلوس؟ انت حامل؟ حاضر. أمة الله تفضلي يا اختي الكريمه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيبه يا فندم. بعد اذن حضرتك كنت عايزه اسال سؤال. اتفضلي يا فندم. كنت اشتغلت من كام سنه ودفعت فلوس قبل ما اشتغل، وبعدين نفسي ما اطمنتش الموضوع ده في 6 شهور، فقعدت كام سنه، فعايزه اعرف الفتره اللي انا اشتغلتها دي ارجع الفلوس دي اطلعها لوجه الله او ادخلها في حاجه من حاجات الدوله او كده؟ ولا انت دفعتي الفلوس دي في مقابل تبرع من اجل التعيين ولا كانت على سبيل الرشوه يا اختي الكريمه؟ والله احنا كنا دفعنا على اساس ان هم يعني ايه في معهد وكده وهينضم المعاهد المنضمه. ده على سبيل التبرع، ودي قصه منتشره في مصر. سؤال حضرتك واضح وانا هوضحه اكتر للدكتور مجدي ان شاء الله اثناء الاجابه. شكرا لحضرتك.
بشكر حضراتكم على هذه الأسئلة، منتظرين أسئلتكم بعد الفاصل. سأعود إلى ضيفي الكريم أو من نحن في ضيافته وصاحب المكان والمقام فضيلة الدكتور مجدي عاشور للتفضل بالرد على كل ما لدينا من أسئلة واستفسارات. ابقوا معنا. هل الاعتكاف فرض على كل مسلم أم سنة؟ أسأل الشيخ عن زكاة رمضان. في ناس في الريف ما تبقاش عارفة، في واحد يقول لك أطلع بلح، أطلع ذرة، أطلع حبوب، أطلع عدس، فمش عارفين. ينفع لو أنا فطرت يوم أطلع صدقة مكان اليوم دوت وما صوموش؟ برحب بحضراتكم مجددا. دي كانت اسئله الشارع، وعندنا كمان مجموعه من الاسئله وردت لنا عبر الاتصالات الهاتفيه. فضلت الدكتور مجدي عاشور، نبدا بالاعتكاف فرض ام سنه؟ هو الاعتكاف طبعا ربنا يبلغنا، الاعتكاف في العشر الاواخر من رمضان هو سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس فرضا، يعني اللي يعمله ياخد اجر ان شاء الله، واللي ما يعملوش ليس عليه شيء، ولكن احنا بندعو الى سنه الاعتكاف دون تعطيل العمل. نعم. السؤال الثاني، زكاة الفطر بيسأل عليها أخونا، يخرجها حبوب ولا فلوس ولا يعمل إيه؟ هو إحنا قلنا يجوز، العلماء اختلفوا نخرجها حبوب ولا نقود قيمة. جمهور علماء أن نخرجها حبوب، أبو حنيفة أن نخرجها قيمة، والمذهب المختار في هذا وبنفتي في دار الإفتاء المصرية وفي الأزهر الشريف إن بنخرجها قيمة، الفلوس أحسن، يعني نقيمها بكام، عم بيعها بكام دي ونطلعها. ايه هي قيمة؟ 2 كيلو و40 جرام، يبقى 2 كيلو و40 جرام من البر اللي هو القمح او من الارز او من الحبوب، نشوف قيمتهم قد ايه بيتباعوا ونطلع قيمتهم فلوس. طيب الاختنا بتسأل لو فترة يوم ممكن يعني لا، احنا عندنا القاعدة ما دمنا نستطيع القضاء لا تصلح الفدية وحدها، ما تنفعش. ليه؟ لأن الفدية دي بس للإنسان الذي لا يستطيع الصيام بعد ذلك طول حياته، نقول له طلع فدية. فأنا مش قادرة بقى، مش قادرة ولا قدر الله مرض مزمن هيستمر كده، نقول نطلع فدية. طيب عشان خاطر في حالة ولادة، في أي عذر، نقول لا، هنا هنفطر ونقضي من غير فدية، قضاء فقط، ولكن المهم لازم القضاء. اختنا شيماء، احنا جاوبنا سؤال الاجهاض يا مولانا، مش كده؟ شيماء بتسال، هم اتفقوا على شقه وقروا فتحتها، ما اعرفش ايجار او بيع يعني، لكن لقوا بنفس المميزات وشقه اكبر وافضل بسعر ارخص، هل من اثم لو تركوا الشقه اللي اتفقوا عليها وخدوا جديده؟ لا، يعني احنا ده هي بتقول هي كانها هي اللي هتشتري، فراحت قارت مع الراجل اللي هيبيع الشقه الفاتحه وهناخدها، دفعت فلوس ولا ما دفعتش؟ لا، سالتها قالت لي ما دفعتش، فما دفعتش فلوس، فده كانه من البائع وعد بالبيع، والوعد بالبيع عند جمهور الفقهاء بنقول ليس بيعا، ومن ثم نتحلل منه ونستغفر الله ونعتذر للراجل صاحب الشقه ونقول له معلش يعني مش هنقدر ناخد الشقه وما فيش حاجه، لان ما اصابهوش ضرر، خاصه لو ما كانش في مده كبيره قرينا الفاتحه وقعدنا سنه والشقه على ذمتنا اصابنا الراجل بضرر، انما لو مده بسيطه خلاص ما فيهاش حاجه. طيب ناخد اختنا ماجده ونستكمل اجاباتها يا مولانا. اتفضل. وبعدها الاستاذه ايمان. مدام ماجده اتفضلي. اهلا وسهلا. أيوة اتفضلي. ايوه وطيجه حضرتك، انا عامله ودايع سبته. ايوه ودايع سبته البنات يعني، فكنت عايزه اسال حضرتك بالنسبه لزكاه المال بتاعتهم، يعني في الريال اللي بيطلع منهم الفايده بتطلع، يعني في بعض الاحيان باخد منها بجيب لهم هم حاجات برضه. هم سنهم على وش على وش زواج؟ سنهم على وش زواج ولا صغارين؟ لا ده متجوزين. متجوزين؟ متزوجين كلهم. اه بس انا عاملاها يعني عاملهم ودايع لهم باسمهم. مساعده يعني من حضرتك للزمن وما يخرج منها احيانا بتاخدي تساعديهم او تجيبي لهم بعض الهدايا يعني او كده. في بعض الاحيان وفي البعض الاخر بسيبها واضيفها على الوديعه تاني، بس السنه اللي فاتت يعني الفتوى اللي انا سمعتها قالوا 10% من الفوائد الذكاء يعني. لا دي فتوى، دي فتوى خاصه لظروف خاصه، خلي فضيله الدكتور مجدي يجيب حضرتك عن الحاله دي يا مدام مجدي، ما تقلقيش. ماشي يا فندم. حاضر. ماشي تحت امر حضرتك. اختنا الاستاذه ايمان اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مساء
سمعت يا شيخ بعد اذنك اسالك سؤال. اتفضل. السؤال الاول، انا دلوقتي بصلي صلاه التراويح بالليل لوحدي ماشي، بعد صلاه العشاء على طول 8 ركعات، ركعتين ركعتين ركعتين، فدوخت انا بمسك المصحف، عايز اعرف حرام ولا لا انا امسك المصحف يعني صلاه التراويح، وما بقولش قل الله لما بعد بيقولوا في بعد اربع ركعات بقول قل الله واحد بيجي سبع مرات ولا كان ست مرات، انا ما بقولهاش يعني، فعايز اعرف ده حرام ولا حلال. والسؤال الثاني يا شيخ، انا بقوم سواء الفجر بيروح عليا وبصلي الصبح دي الساعه 7 الساعه 8، بصلي ركعتين سنه الصبح وبعد كده ركعتين الصبح، فينفع اصلي الضحى الساعه 10 ولا 11؟ حاضر ماشي، سلام عليكم. شكرا. طيب اختنا مدام شيماء، حضرتك جاوبت على موضوع الشقه. الاستاذ محمد من الجيزه بيقول خط صرف الصحي الرئيسي ينفع يتبرع له بزكاه المال او بجزء من زكاه المال؟ احنا بس عشان خاطر مساله دقيقه شويه، وهي هيدخلوا خط صرف صحي للبلده دي او الناجع او القريه او القفر ده، فهم جمعوا مع بعض، فهنا الزكاه عادت بالفايده عليهم هم، خلاص، فاحنا بنمنعها من هذه الناحيه. انما لو الدوله بقى حاجه تانية او هنعمل لمكان تاني مش مدى احنا بننفع، فبندخله في مصرف في سبيل الله، ففي خيط رفيع في هذا الامر. فعشان كده بنقول نخرج من المساله، وليه نجعلها من الزكاه؟ ما نخرج تبرعات او صدقات او صدقات ونعملها عشان نعمل لبلدتنا كلها، والزكاه للفقراء والمساكين بتوع القريه عشان ياكلوا ويشربوا. فبنقول طالما ان للقريه نفسها يبقى يستحسن ان احنا نخرجها من الصدقات ومن التبرعات، نعمل خط الصرف الصحي والزكاه نطلعها للفقراء والمساكين. جميل، الاجابه واضحه، ربنا يحفظك. اختنا فاطمه كانت بتسال، عندي مشكله حساسيه على الصدر، هي مريضه صدر يا دكتور، والدكتور عم يعطي لها بخاخه، قال لها دي بخاخه هوائيه. نعم. وقال لها انها لا تفطر، بس هي اتصلت تقريبا بدار الافتاء وقالوا لها راي مختلف. هي اوضح الاول، لازم ادافع عن دار الافتاء اصلي. لما اتصلت بدار الافتاء قالت استخدام بخاخه الربو او الصدر كده، هيقولوا لها دي هتفطر، لان الاصل في بخاخه الربو ان هي فيها رذاذ. بس عاوزين نقول لو الطبيب قال ان في نوعين، واحده هوائيه محضه اكسجين وواحده فيها رذاذ، لو الاكسجين بس يبقى ده هواء داخل وما فيهوش رذاذ يبقى ده لا يفطر، هواء بدون رذاذ لا يفطر. انما لو في نوع دواء او رذاذ او هواء مضغوط بحيث عمل رذاذ كانه ميه، ده هيفطر. يبقى نسال الطبيب او الكيميائي او الصيدلي في تركيبه هذه البخاخه. كده الامر واضح، حيث يوجد رذاذ او جرم يعني حاجه فيها كده تحس ان هي زي اجرام يعني ليها جوهر ليها تحيز كده، دي تفطر، انما مجرد هواء لا تفطر. عظيم. اخونا محمود بيقول ان هو بيصحى من النوم في الصيام، ما بيخرجش ما بيشتغلش، فبيقعد في البيت يتفرج على التلفزيون يقرا قران، هل في الامر شيء يا مولانا ولا لازم لا يخرج ويطلع بره البيت يعني؟ لا مش لازم يخرج ويطلع بره البيت ولا حاجه، ده ممكن لو طلع بره البيت يعني قاعد في البيت كافي خير وشره. بس بنقول له يعني ابحث عن شغل، يعني ربنا يعينك ويصلح لك الحال يا رب ويفتح لك ابواب الرزق ونسعى ونجتهد، انما قاعد يعني طالما ان ما فيش شغل وسعينا يبقى نشتغل مع ربنا سبحانه وتعالى شغل محض بقى، لان الشغل تاني برضو مع ربنا، انما قراءه قران بقى واذكار وصلاه وكل هذه الاشياء. الحاجه سناء بتقول ما عندهاش اولاد، هي والحاج، فباعوا الدور الاول من البيت وبقيمته عايزين يطلعوا يحجوا بيه، بس هو يعني وقت الحج هيكون حال عليه الحول، فهل تخرج عنه زكاه؟ احنا هنا هنفرق بين الحج وغير الحج. الحج المال بتاعه عشان نعرف احنا ليس شرطا علي تحصيل شرط الوجوب كما يقول العلماء، مش لازم افضل احوش عشان احج، لما يبقى معايا الفلوس هحج. طيب والفلوس بتاعت الحج اهي ومش واجبه على الفور، لما الفلوس تيجي وتبقى زايده او معايا الفلوس واحج بقى ماشي موجوده، انما حال عليها الحول فجاءت فريضة أخرى دخلت عليها، نخرج من هذا المال زكاة المال 2.5%. نقص شوية مفيش مشكلة لحد ما يكتمل، نقص المال الحج ما واجبش عليا بس عملت فريضة إيه الزكاة، اكتمل خلاص أروح أحج بيه. يبقى الادخار الأموال للحج
لا تمنع من أداء زكاة مال أو زكاة المال لهذا المال المدخر. عظيم. أختنا مدام صفاء بتصلي مع والدتها صلاة التراويح، والدتها بتأمها تقريبا، فهل هي ينفع تمسك المصحف هي كمان وتقرأ قرآن مع والدتها، وهل تحسب ليها ختمة؟ يعني إحنا عاوزين نمشي سيستم حلو كده، وهو إيه؟ لا نستخدم الأشياء أو الرخص إلا حيث وجدت العذر أو العذر. بمعنى الإمام ممكن في التراويح لو مش الأحسن يعني هو حافظ من حفظه، مش حافظ ممكن يمسك المصحف، إنما المأموم هيمسك المصحف ليه؟ يعني واحد يسألني يقول الإمام مش ماسك مصحف والمأموم ماسك مصحف، طب ليه؟ ما تسيب الإمام هو اللي يقرأ على طول وما تمسكش أنت مصحف. عاوز حضرتك تصلي ورا الإمام والدتك أو أي حد تاني من غير مصحف عشان ما نقلبوش كتير ويبقى حركة بدون فائدة وبدون داعي، وتعملي ختمة بقى برا الصلاة. يبقى تاخدي ثواب قراءة الصلاة صلاة القيام من غير حركة، وبعدين تاخدي الختمة برا الصلاة. أختنا أمة الله هناخد تليفونها ونستكمل مع فضيلتك يا دكتور مجدي بعد إذنك. اتفضلي يا فندم. ألو اتفضلي. ألو اتفضلي يا فندم. اتفضلي سامعين حضرتك. كل سنة حضراتكم طيبين. وحضرتك طيبة يا فندم. لو سمحت كنت عاوزة أسأل فضيلة الشيخ سؤالين من فضلك. تحت أمرك. يا فضيلة الشيخ، يا والدتي مش بتعرف تقرأ والموضوع ده طبعا مزعلها جدا، فما بتقرأش قرآن، فهي عايزة تعرف إزاي إن هي تسبح، إيه عايزة نصيحة حضرتك يعني إزاي تتعبد كويس في رمضان، مش عايزة تضيع على نفسها فرصة رمضان يعني. طيب تقرأ قرآن يعني. تمام بالظبط. تمام يا فندم اتفضلي. السؤال الثاني. السؤال الثاني حضرتك، هم هي عندها تجارة ولها فلوس بره مش تحت إيديها، بس هي بتطلع على الفلوس دي زكاة، يعني بتحاول تعمل لهم تقدير مبلغ معين وبتطلع لهم زكاة، هل ينفع الفلوس دي؟ طبعا هي مش عارفة هي هترجع لها ولا مش هترجع لها، هل ينفع السنة الجاية بإذن الله لو يعني تتصرف إزاي، تطلع عليهم ولا ما تطلعش عليهم؟ طيب حاضر، شكرا لحضرتك يا أختي الكريم. أختنا حسنية مولانا كانت بتسأل فضلتك، بتقول إن هي حامل والدكتورة قالت لها افطري وهي بتصوم. طيب هي بتقول أخرج أكل ولا فلوس؟ لا أكل ولا فلوس. بعد ما حضرتك إن شاء الله تحملي وتضع الحمل بخير وسلامة وترضعي كمان، لازم تقضي طالما هناك صحة، يبقى القضاء، لازم القضاء. نعم. طيب أختنا أمة الله كانت بتسأل عن موضوع المعاهد المنضمة، بتقول إنها اشتغلت في وقت من الأوقات، دفعت فلوس عشان تشتغل، وده كان شيء متعرف عليه، أنا يمكن قلت لفضلتك بين بعد الفاصل قصص المعاهد الأزهرية دي، فهي ما ارتاحتش فاستقالت من الشغل، سابت الشغل، ورغم ذلك برضو مش مرتاحة، بتفكر ترجع الفلوس اللي خدتها وقت العمل من هذا الشغل يعني. والله أنا أشكرها على حسيها هذا وعلى الورع الموجود عندها، وياريت يكون عندنا كتير من كده، طالما ان هي لانها حاسه ان عملت حاجه غير صحيحه. عارفين ايه اللي بيضبط العمليه؟ ان احنا نمشي بالقانون، يخرجك عن الاثميه، ما تبقاش اثم. ليه؟ لان القانون موضوع لحمايتك في الدنيا وفي الاخره. فاحنا بنقول لها هنا لو كانت هي شايفه ان دي دفعت المال على سبيل الرشوه، فبنقول لها كويس انت استقلتي، او انت استقلتي خلاص براحتك، لو ما جاتش استقالت كنا هنقول تعمل ايه، انما هي استقالت خلاص. فبعد كده المال اللي عندها تعمل ايه؟ احنا بنقول ان هي الفلوس اللي دفعتها الرشوة دي هي اللي نستغفر الله عز وجل منها، انما كانت بتعمل مجهود ولا ما بتعملش مجهود واحنا شغالين؟ لان انت بتاخد فلوس على المجهود. عملت مجهود؟ عملت مجهود، فهنا الفلوس دي حلال، ولكن الاساس اللي تعينت بيه هو اللي حرام. يبقى الفلوس الاساس عندي الحرام ده نستغفر الله عز وجل تماما مما فعلنا من معصيه، والفلوس اللي احنا كنا بناخدها دي مقابل المال اللي كنا بنشتغل بيه لو كنا بنشتغل، انما لو بنشتغلش بقى تبقى مشكله كبيره، ونقول نخرج الفلوس في سبيل الله. طيب ناخد بعض الاتصالات يا مولانا ونستكمل الاجابات. الاستاذ احمد اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أنا كنت بسأل الاقتراض من البنك للتجارة زي شراء عقار وإعادة بيعه أو يعني التجارة عامة،
وهل يختلف الاقتراض من البنك مباشرة أو الاقتراض من البنك بضمان شهادات استثمار؟ جزاكم الله خير. يعني قرض شخصي أو بضمان؟ حاضر. أه بالظبط. أه حاضر. الأخت مي؟ أستاذة مي؟ طيب نروح لأم محمد. طيب السلام سيدنا. عليكم. اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا محمد. كل سنة وانتم طيبين. وحضرتك طيب يا فندم. أسأل فضيلة الشيخ سؤال عن الصلاة اللي فاتتني. أي فندم. بص حضرتك يعني الصلاة اللي فاتتني دلوقتي أنا بدأت أصلي من امبارح كل فرض فرضين. هل ينفع أصلي اللي هو الفرض اللي سابني أصلي بفاتحة بس؟ مثلا الظهر 4 ركعات أصلي بفاتحة بس؟ ولا لازم الفاتحة وسورة صغيرة؟ حاضر. ودي أول سؤال. تفضلي. السؤال الثاني حضرتك بص أنا بصل أنا بقرأ قرآن كريم وأنا إيه في البيت يعني بدون حجاب يعني مش بكون لابسة عن حجاب ولا حاجة لما أكون بقرأ قرآن كريم. حاضر. بس فهل ده صح ولا لازم ألبس خمار وأنا بقرأ قرآن كريم؟ حاضر يا محمد. شكرا لحضرتك. أستاذ محمد من الجيزة. ألو. ألو. اتفضل يا فندم. بستأذن حضرتك أنا سألت موضوع زكاة المال عشان خط الصرف. أي فندم. الصحي. أيوة. بس هوضح نقطة عشان الدكتور مجدي يبقى عنده المعلومة كلها. الدولة قامت بعملية شبكة الصرف الصحي بالقرض. ايوه اسمع. فاضل جزء يعني حوالي 10 افراد وصلت 10 افراد ما تمش لهم عملية الصرف الصحي. فهو هيقوموه بالجهود الذاتية في الفرع في المنطقة دي. ايوه. هل يجوز في هذه الحالة دفع فلوس زكاة المال في هذا الفرع اللي هو كان المفروض الدولة توصله؟ ما هو الدكتور مجدي أجاب فضلتك في هذا الأمر. الدكتور اتكلم عن القرية كلها لكن طيب. أنا هنا باش العشر أفراد دول يا فندم في خط فرعي يبقى الخدمة هتعود عليهم هم. هو بالضبط منهم 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 العشرة دول حوالي 5 فقراء وخمسة عندهم إمكانيات زكاة المال. تمام. هم عاوزين يلموا فلوس زكاة المال ويدفعوا عن نفسهم وعن غيرهم. تمام. هل يجوز أم لا يجوز؟ تمام. ممكن نجيب. المفروض الدولة كانت هي اللي توصل لهم. تمام. طيب احنا بنقول ان ممكن الأغنياء يدفعوا للفقراء زكاة المال للفقراء. اللي هو الجزء الخاص بيهم. الجزء الخاص بيهم. وللأغنياء نفسهم معلش بقى. وللأغنياء نفسهم يعملوها من الصدقات أو من التبرعات لنفسهم فقط. احنا بس مش عاوزين زكاة المال تعود بالنفع على صاحبها نفسه. لان زكاة المال بتخرج من عندك مش بتجيلك فكده. وهنا مش هنقول الدولة كانت ماشي انا عارف الدولة كانت مسؤولة تعمل كل ده. فاحنا بنقول خروجا من الخلاف بقول لحضرتك يا ريت الخمسة الاغنياء يطلعوا 5 بتوع الفقراء يعملوا لهم من زكاة المال. شفت او جميلة اهو. طيب وخفته 5 وان زادت التكلفه عن زادت التكلفه عن الخمسه دول كده يبقى نخرجها يبقى من الصدقات او من التبرعات يعني من الجهود الذاتيه بتاعتكم وليست من زكاه مال انفسكم. نعم. شكرا يا استاذ محمد. الاخت ماجده كانت بتسال عن موضوع الودائع الثابته لبناتها. دكتور هي ولادها متجوزين ومخلفين لكنها بتساعدهم عامله كل واحد وديعه واحده وديعه في الفايده بتاعتهم هي تخرج زكاه على الودائع دي ولا لا؟ وكمان الفايدة أحيانا بتضمها الرأس المال. يعني هي عاملة الوديعة يا أستاذة مجدة بقت بأسمائهم هم مش باسم حضرتك. يعني المال ده للانقبار والجوزين بقت بأسمائهم. فهم يخرجوا أو حضرتك أتخرجي 2.5% على ما تحت أيدينا من هذه الودائع. لأن 10% بنقولها في حالة واحدة فقط. إن إحنا حاطين للوديعة أو شهادة الاستثمار دي عشان تبقى زي المرتب كده بيجيب لنا مرتب عشان ناكل منه عشان نصرف منه. في الوقت ده بنقول نخرج 10% من العائد فقط كل ما اخذنا العائد. انما الحاله بتاعت حضرتك مش منطبق عليها الحاله الخاصه دي فنطلع 2.5% وربنا يبارك لك فيهم يا رب. استاذه ايمان صلاه التراويح بتمسك المصحف وهي بتقرا. طيب هي تمسك المصحف ما فيش مشكله وهي بتقرا.
الاخت الونانة ما تمسكيش ورا الماموم ورا الامام، لان الامام كفاها المؤونه. طيب هنا بتقول انا بمسك المصحف عشان اقرا من في التراويح لوحدي، فلو لوحدك ماشي امسكي المصحف، فيمكن هنا يجوز ان تمسك المصحف وتقرا منه في صلاه التراويح اذا كانت منفرده مش مامومه او امام وهي بتصلي بالناس مش حافظه. معنينا بنقول تقرا اللي حافظاه وتقرا المصحف بره الصلاه، يبقى كده جمع بين الامور كلها. بتقول ما بقراش سوره الاخلاص بين التراويح، يعني تعرف في الشعب المصري ان كل بعد كل اربع ركعات يقروا سوره الاخلاص ثلاث مرات كانهم عملوا خاتمه يعني، ما بتقراش. دي حاجه يعني مستحبه كده جميله لطيفه ما اتعملتش ما فيهاش اي حاجه. ما بتقومش لصلاه الفجر لكنها تصلي قضاء الساعه 7 او 8، ينفع تاخر الضحى ل 10؟ انا عاوز اللي بيحافظ على التراويح يا ريت يحافظ على صلاه الفجر، لان صلاه الفجر اهم من صلاه التراويح، دي مهمه جدا، لان في ناس يعني محافظه على التراويح قوي والفجر ممكن تستهين بيه. لا، صلاه الفجر من اهم الصلوات واهم من 100,000 تراويح. يبقى هنا بنقول انا بس بحفز حضرتك ان تحافظ على صلاه الفجر، انما لو قمت ولقيت الشمس طلعت انت فعلت صح، صلي السنه وبعدين تصلي صلاه الصبح او الفجر قضاء وبعدين تصلي الضحى. لا يمنعني انني لم اصلي الفجر في وقته الا اصلي سنه الضحى، صلي سنه الضحى. طيب قبل ما اسال اسئله اختنا امة الله، كان عندنا زميلنا فتحي عادل نقلنا سؤال من احد اخواننا الصم يا دكتور، بيقول ان والدته بتقول له حاجه او والده بيقول له حاجه، والدته تقول له لا ما تسمعش كلام ابوك، نفذ اللي انا بقول لك عليه، وهو محتار يعمل ايه. الله يكون في عونه. حاجه صعبه. طيب لو ابويا امرني بحاجه وامي امرتني بحاجه اعمل ايه؟ لو الحاجه دي بتاعت امي وابويا الاثنين معصيه لا اسمع كلام ابي ولا امي ولطف الكلام معهم. طب لو امي امرتني بطاعه وابويا امرني بمعصيه ما اسمعش كلام ابويا واسمع كلام امي اللي بتامرني بالطاعه، او العكس. طب الاثنين بيامروني بطاعه حاجه مباحه اعمل ايه؟ اقول له يعني الراجل قال له يعني قطع اباك ولا تعصي امك، يعني قطع اباك ولا تعصي امك. الامام مالك لما اجاب بكده معناها ايه؟ الستات رقيقه وانا مع كده، اسمع كلام والدتك طالما الاثنين مباح، اسمع كلام والدتك واتكلم مع ابوك كده بلطف يعني ان حاضر هعمل بعدين وكلام من ده بحيث تسترضيه. يبقى نعمل كلام او نسمع كلام واحد منهم طالما في طاعه مش في معصيه، واللي هو الاضعف اللي بيزعل اكتر اعمله والتاني اراضيه بكلمتين. اختنا امة الله والدتها لا تجيد القراءه وعايزه تقرا قران في رمضان وزعلانه تعمل ايه؟ لا ده انا بقول لها ما تزعلش، دي بالذات بقى انا مع الناس اللي ما بيعرفوش يقراوا ولا يكتموا. ليه؟ لان الناس هم يعني على باب الله وما نعرفش هم اللي واصلون ممكن اكتر من المتعلمين كمان. ليه؟ لانهم زعلانين كما تعلموش. انا عاوز اقول لها انا قلت قبل كده عندنا امور كتير نسمع من اذاعه القران الكريم القران، طب دي مش طول الوقت قران كريم، قلنا ان هي تجيب تسجيل وتسمع قران كريم على طول. طيب هي عاوزه تعمل ايه؟ هي قلت تشتغل في الذكر على طول وممكن تبقى احسن من ناس كتير بيقروا قران، وقلت بعد كده اخر فرصه نعمل ايه؟ تفتح المصحف يوم التقضيه تشاور بصبعها كده من اول الفاتحه. انا قلت الناس كتير على فكره كده مش متعلمين خالص وعارفين بقوا يعملوا ختمات اكتر مننا، يفتحوا المصحف ناول الفاتحه يروحوا يشاوروا اصبعهم كده بس بيشاوروا يقولوا الله 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 او لا اله الا الله لا اله الا الله، وهو كلام طبعا بيقول الفاتحه او البقره او ال عمران الكلام مش هو بس ما هو مش عارف. الاله معطله، اذا عطلت اله نستخدم الالات الثانيه اللي هي ايه؟ ابص في المصحف، ان انا اقول بالذكر بلساني، ان انا اشاور بصباعي وتعمل كده. بقوا يختموا المصحف ما شاء الله في قعدتين في يوم، واحنا نقعد اسبوع قبل ما نختم المصحف. طيب هي كمان عندها تجاره وفلوس بره كتير، ورغم ذلك الفلوس اللي بره دي مش تحت ايديها بتخرج عنها زكاه، فالسنه الجايه حتى لو ما حصلتهاش تستمر في اخراج الزكاه؟ طالما اني مظنونه ان هذه الاموال سترجع اليها يبقى تخرج عنها زكاه، طالما ان دي بنسميها مالكه للمال حكما وليس حقيقه. حقيقه يعني فلوس في ايديا، حكما يعني دي بتاعتي اجيبها لي، فطالما ان انا ظان وغالب على ظني فلوس هترجع لي يبقى اخرج عليها الزكاه. اخونا احمد، الاقتراض من البنك يجوز لان هيبقى من قبيل التمويل وليس من قبيل الاقراض. شفت لو هو للتجاره هروح للبنك اقول له اديني عشان اتاجر، يبقى ده من باب التمويل وليس من باب الاقراض. نعم تمام. وما فيش فرق سواء كان قرض شخصي او بضمان شهادات لي في البنك يا دكتور؟
لا ما فيش ولا عبرة انا واخد القرض ليه مش العبرة بالضمان. انا واخده بكيفية ايه؟ بتمويل، للتمويل يبقى يجوز، انما لقرض محض كده قلنا هنا اداره الافتاء المصريه بتقول القرض الشخصي استهلاكي كده لا. طيب اخر سؤال يا مولانا وقتنا خلص، ام محمد بتسال عن الصلاه اللي فايته، ينفع تصلي بالفتحه بس عشان تعوض اللي فاتها في الصلاه الثانيه؟ طب انا بقول لها احنا عندنا قراءه السوره القصيره ليست ركنا في الصلاه او قراءه ايه، الفتحه هي الركن. هو الاحسن ان تقرا في الركعتين الاولانيين الفتحه وسوره قصيره او ايه، ما قدرتش خلاص تكتفي بالفاتحه وما فيهاش حاجه. بتقرا قران بدون حجاب يا مولانا؟ لا شيء فيها لانها ليست في صلاه. طيب عشان اختنا سماح من سوهاج ما تزعلش ناخدها في اخر اتصال. اتفضلي يا استاذه سماح. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا لو سمحت كنت عايز اسال، انا امي ما بتعرفش تقرا ولا تكتب بس انا علمتها، هي بتصلي وكل حاجه وحافظه صوت الاخلاص وصوره الناس صور صغيره، فهي بتصلي ساعات يعني كده تقرا صوت الفاتحه وبتنسى ان هي تقرا صوره صغيره فاول وتاني ركعه، فانا بعلمها على طول مره واثنين وثلاثه بس ساعات هي برضو ايه بتسيبها. ده ايه يعني ذنب ليها يعني صلاتها مش هتقبل وكده؟ بتنسى تقرا قصار صور يعني. لسه دكتور مجدي مجاوب على السؤال حالا. طيب يا سماح، ما فيش حاجه ان شاء الله. طالما بتنسى انا عاوز بس والده حضرتك والست الطيبه اللي سالتنا عن والدتها يدعوا لي في رمضان اللي ما بيعرفوش يقروا ولا يكتبوا دول، عاوزهم يدعوا لي وان شاء الله صلاتها صحيحه حتى لو لم تقرا السوره القصيره، ولكن عوديها وعلميها ان هي تقرا السوره القصيره في الركعتين الاوليين من اي صلاه. لا فض فوك يا مولانا، شكرا جزيلا على هذه الصحبه وهذه الاطلاله، والشكر جزيل لحضراتكم، وغدا لقاء جديد وحلقه اخرى من فتاوى الناس باذن الله. دمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.